اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بالتقريب في كلامه على المسح على الخفين، قال: فصل. والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. هذه هي الجملة الأولى التي نشرع اليوم ونبتدئ بقراءتها، وهي المسح على الخفين. وهذا الفصل من فصول الطهارات التي تذكر في بعض المراجع الفقهية المذهبية الشافعية عقب الوضوء، وبعضهم يضعها قبل التيمم، هناك من يضعها بعد الوضوء، وهنا وضعها بعد الغسل وقبل التيمم، ومنهم من وضعها يعني هنا وضعها بعد الغسل وقبل التيمم، وبعضهم وضعها عقب الوضوء. لماذا؟ من وضعها عقب الوضوء رأى أنها طهارة متممة للوضوء، على أنها جزء من الوضوء. ما هو الوضوء؟ أنت تغسل فيه الوجه واليدين والرجلين إلى الكعبين، أو تمسح على الخفين. فالمسح على الخفين جزء من المسح على الخفين جزء من الوضوء، لأن الوضوء إما أن تغسل وإما أن تمسح، لكنه هنا وضعها قبل التيمم. لماذا وضعها قبل التيمم؟ قال: نظرا لأنها مسح والتيمم مسح، غير أن التيمم مسح بالتراب وهذه مسح بالماء، لكنهما اشتركا في أصل المسح. فلا يتوهم أحد أن المسح على الخفين طهارة مستقلة، بل هي في ضمن وجزء من أجزاء الوضوء. طب ولماذا وضعها؟ وضع المسح على الخفين قبل التيمم ولم يضع المسح على الخفين قبل بعد التيمم؟ قالوا: لأن المسح على الخفين بالماء والتيمم بالتراب، وقدم ما بالماء على ما بالتراب تقديما للأصل على البدل. طيب، ويتكلم في المسح على خمسة أطراف. أولا في حكمه، وذكره بقوله: والمسح على الخفين جائز. ثانيا في شروطه، وتكلم على ذلك بقوله: بثلاثة شرائط. ومدته، يتكلمون في الطرف الثالث على المدة ويقول: ويمسح المقيم. والرابع في مبطلاته، قال: ويبطل المسح. والخامس، ولم يذكره المصنف وإنما ذكره يعني الشارح ابن قاسم الغزي، قال: وذكره ابن قاسم في الكيفية، يعني ذكر كيفية المسح، لكن المصنف أبو شجاع لم يذكر كيفية المسح وصفة المسح على الخفين، ولكن كملها الشراح. المسح على الخفين شرع في السنة التاسعة من الهجرة في غزوة تبوك. تبوك ده مكان بالشام في طريق الشخص الذي يسير إلى بيت الله الحرام حاجا. والمسح على الخفين أيضا
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا، يعني ثبت بالقول وفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال الحسن حدثني 70 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين. 70 من الصحابة نقلوا المسح على الخفين عن سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر العلماء أنه من خصائص هذه الأمة، وليس لأمة قبل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة المسح على الخفين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا في خفافكم فإن اليهود لا يصلون في خفافهم. وهو رخصة، وهو رخصة لرفع المشقة عن المتوضئ، لأنه في الحر في البرد يصعب على بعض الناس خلع الخف ثم غسل القدمين ثم لبس الخف صعبة. وهو يرفع الحدث رفعا مقيدا بمدة، يعني هو المسح على الخفين يرفع حدث القدمين لمدة معينة بينها الشرع. ويبيح الصلاة من غير حصر، يعني المسح على الخفين لك بعده أن تصلي ما شئت من الصلوات. عايز تصلي 500 ركعة سنة، 5000، 55000، كما شئت، ليس هناك تحديد من الشرع بعدد معين من الركعات. طيب، دي المقدمة. والمسح على الخفين، الخفين عبر بالخفين لأنهما الغالب، مش ممكن واحد تبقى رجله مقطوعة ويلبس خف واحد؟ ممكن. طب هو عبر ليه بقى بالخفين؟ قال لأن ده الغالب، هو كل الناس رجلها ماشية برجل واحدة؟ معظم الناس له قدمان، وعندما يلبس الخفين يلبس الخفين في القدمين. وأما إلباس رجل واحدة خفا مع قطع القدم الأخرى هذا خلاف الغالب، فهو عبر بالخفين نظرا إلى الغالب في اللبس. والخف معروف، الخف معروف، مش عايزين بقى نعرفه بالحد ولا بالرسم ولا بالمثال. وجمعه خفاف ككتب وكتاب، خف وخفاف، كتب وكتاب. قال: جائز والمسح. ايه بقى هو المسح؟ المسح على الخفين، وسيأتي الكيفية التي تمسح بها الخفين في آخر الكلام. على الخفين، طب ايه هم الخفين؟ معروفين. جائز، جائز من الجواز، الجواز من حيث العدول عن غسل الرجلين إلى المسح. إيه ده؟ هو غسل جائز يعني لو أنا تركته مفيش مشكلة؟ لا، ما هو جائز بمعنى إيه؟ بمعنى إن لك أن تعدل عن غسل القدمين إلى المسح على الخفين. وليس معنى الجواز هنا أن يعني لك أن تعدل مطلقا إلى غير المسح وغير الغسل. يبقى الجواز هنا فين؟ في العدول من الأصل إلى، ما نقولش البدل، من الأصل إلى المسح. والعدول من شيء إلى شيء لا ينفي أنه واجب، فالواجب إما الغسل وإما المسح. بعضهم قال إنه من الواجب المخير، ولكن المحقق الباجوري قال: وهذا خطأ،
من يزعم أو يدعي أنه من الواجب المخير فقد أخطأ. ليه يا مولانا؟ لأن الواجب المخير لا يكون بين الشيء وبدله. احفظها، مش هتلاقيها في كتب الأصول. درسنا كما درسنا، ولكن هذه الفائدة وجدناها في حشية الشيخ البجولي، وهتلاقيها في البجرمي، ما لقيناهاش في كتب الأصول. ثم لقيناها فين؟ لقيناها في كتاب كتب الفقه، أن الواجب المخير لا يكون بين الشيء وبدله. ده بدل، لكن الواجب المخير زي إيه؟ زي فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، حاجة من التلاتة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو فالواجب هنا واحد لا بعينه، واحد لا بعينه. فإن أتيت بالتحرير فقد فعلت الواجب، أو أتيت بالكسوة فقد فعلت الواجب، أو أتيت بالإطعام فقد فعلت الواجب. فالواجب واحد من هذه الثلاثة لا بعينه، ولذلك قالوا عنه واجب مخير. يعني إيه واجب مخير؟ واجب مخير في أفراده، هو في الحقيقة الوجوب. الوجوب مخير في أفراده، بمعنى إن الذي وقع فيه التخيير هو الأفراد، وخصوص كل فرد بعينه ليس بواجب، ولكن الوجوب تعلق بواحد لا بعينه، اللي هو القدر المشترك ما بين كل واحد على جهة التعيين. طبعا الكلام ده صعب، معلش احنا لسه في اول الطريق. قالوا وجواز العدول هو الاصل عند القدرة، يعني ان كنت قادرا على العدول يجوز. لكن المسح على الخفين قد يكون واجبا ومعينا، واجب معين. هو الاصل ان هو ايه؟ يعني إما أن تذهب إلى الغسل أو إلى المسح. لكن قد يتعين عليك المسح على الخفين فيما لو كان الماء الذي معك لا يكفي، أنت لابس الخفين جميل ومسحت عليهم قبل كده والمدة ما زالت باقية ومعك ماء وقد أحدثت، وهذا الماء لا يكفي لغسل القدمين ولكن يكفي لمسح القدمين، وليس معك ماء سواه، وجب عليك حينئذ وتعين عليك أن تمسح على الخفين، لأنك لو خلعت مش هتجد ماء تغسل به القدمين وستذهب إلى التيمم، فتعين عليك حينئذ أن تمسح على الخفين. أو ضاق الوقت عن، يعني مثلا دخل وقت الصلاة وفات منه وقت طويل وبقي من الوقت بقدر ما تتوضأ مع مسح الخفين ثم تأتي بالصلاة فيخرج الوقت فورا، يعني ضاق الوقت أي وقت الصلاة عن الوضوء بغسل القدمين مع الصلاة، فالوقت المتبقي لا يكفي إلا للوضوء مع مسح الخفين مع إيقاع الصلاة في وقتها، حينئذ يتعين كما ذكر أصحابنا عليك أن تمسح على الخفين. أو إن حضرتك لو أنت توضأت ومسحت على الخفين هتلحق الغريق اللي قدامك بيغرق، ولو قلت استنى بقى الغريق، استنى يا غريق لما أخلع الخف وأغسل
وكمل وضوئي وانقذه، يكون مات، يبقى انت اثم، يجب عليك حينئذ ان تمسح في الفور، ثم بعد ذلك يعني تدرك هذا الذي يغرق. او مثلا حضرتك ذهبت الى عرفة في اخر الوقت قبل ان ينتهي، لو حضرتك خلعت الخفين وغسلت القدمين لن تدرك الوقوف بعرفة ولو بلحظة واحدة، وجب عليك حينئذ ان تمسح على الخفين. وقد يحرم، يبقى قد يجب وجوبا معينا في مواطن، ويحرم فيما لو كان الخف من حرير او اغتصبت خف اخيك فلبسته ومسحت عليه فهو حرام، او كان مصنوعا من جلد ادمي حيث تصور ذلك، لان في اهانه للادم، انت جعلته مدس ده انت مجرم، فهو حرام ويحرم حينئذ، ولكن يجزئ مع المسح. يعني لو انت مسحت على الخف اللي مصنوع من ذهب حيث امكن ذلك، او المصنوع من حرير، او المصنوع من الدباج، او المصنوع من الجلد الادمي، لو مسحت عليه جاز وصحت صلاتك به، غير انك تحمل اثما عظيما فيما فعلت. ولكن قد يحرم مع عدم الإجزاء فيما لو كنت محرما وليس لك عذر في اللبس فلبست الخف. أنت محرم بحج أو بعمرة، يحرم عليك أن تلبس المقيط المحيط، فلبست خفا لغير عذر، اللبس نفسه حرام، لكن عندما لبست خفا من حرير اللبس حلال، غير أن المادة المصنوع منها حرام استعمال. لكن للمحرم ذات اللبس محرم إلا لعذر، بمعنى إن حضرتك لو كنت محرما بحج أو عمرة ولبست خفا ولم تكن معذورا في اللبس، هذا اللبس نفسه منهي عنه، فكأن المسح الذي عليه معدوم وغير معتبر. ليه؟ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فالمحرم منهي عن لبس المقيط المحيط، فلو فعل هذا فالذي لبسه ومسح عليه كالمعدوم، فكأن لسه رجلك محدثة وما ارتفعش حدثها. وقد يندب المسح نفسه، المسح نفسه قد يكون مندوب في ذاته من حيث هو مسح لا من حيث العدول، حيث رغبت نفسه عن المسح ومالت إلى الغسل لكونه نظافة. قال لا لا إيه ده، أنا همسح، طب ما بلاش المسح، انا يعني انا مش متاكد من ان المسح ده بينظف الرجل، انا رجلي شامم ريحتها فسيبك من حاجه اسمها مسح، انا هغسل رجلي. يبقى مالت نفسه ورغبت عن السنه، لا لكونها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لكون المسح لا ينظف القدم كما ينظف الغسل. فساعتها بنقول له اقهر نفسك وامسح وعالج نفسك الأبية. ويكره فيما لو كرر المسح، افرض انه هو متى يكون مكروها؟ لو مسح مرة ومسح الثانية ومسح الثالثة. قالوا لأن المسح يعيب الخف، والخف مال، ونحن نهينا عن إتلاف المال. طيب، ويكون المسح في الوضوء، يعني هل الوضوء المجدد مما يجوز فيه المسح أم لا؟ يعني هاب إني أنا اتوضيت
ودخلت صليت صلاة المغرب، وبعد ما صليت صلاة المغرب عايز اصلي السنه، ما انا اتوضيت ولبست وغسلت القدم ولبست الخف، وبعد كده صليت المغرب، عايز بقى اصلي سنه المغرب، اعمل ايه؟ هل لي ان اجدد الوضوء ام لا اجدد الوضوء؟ فهل لي حينئذ ان اجدد الوضوء؟ نعم لك ان تجدد الوضوء، اغسل كل أعضائي وآتي عند القدم فأمسح عليها، فالمسح على الخفين يكون كذلك في الوضوء المجدد وهكذا. طب الغسل، هل يعني أنا عايز أغتسل غسل الجمعة، اغتسلت كله وجيت عند الخفين عايز أمسح عليهم بدل ما أغسلهم، ينفع ولا ما ينفعش؟ قال أصحابنا لا يصح. أسئلة، هي أسئلة وأجوبة بأسلوب بسيط. طب افرض أني أنا يعني جاءت على الخف نجاسة، مش على الخف بقى، على قدمي، لبست الخف واللي حصل أن الخف رجلي إن مثلا على سبيل المثال دميت، أو بلاش دميت لأنه ممكن يكون ماشي دميت لأنه هيبقى معفو عنه، فينفع أن أنا بدل ما أغسلها أمسح على الخفين؟ قالوا لا، لا يكون المسح في إزالة النجاسة ولو كانت معفو عنها، كما لو دميت رجله أو تنجس بشيء قلناه. طب اشمعنى؟ اشمعنى يعني دي عبارة المصريين؟ لماذا لم يكن مسح الخفين في إزالة النجاسة وكان المسح في الوضوء؟ يعني لما أجاز الشرع المسح في الوضوء ولم يجز في النجاسة؟ قالوا لأن الحدث والوضوء يتكرر، فيشق خلع الخف وغسل القدم، فأراد الشارع أن يرفع وأن يدفع المشقة، والمشقة تجلب التيسير. وأما نجاسة رجلك حصلت، أديك أنت مكلف أهو، حصلت لك كم مرة؟ ولا مرة. طب والوضوء ده كل يوم بيحصل لي 20,000 مرة في الأيام اللي احنا بناكل فيها فول بالبصل، بيحصل ليل نهار، والأطعمة الحديثة والبرجر ومش عارف إيه اللي مليانة بصل ومليانة. قال بعد ذلك بثلاثة شرائط. طب الباء في بثلاثة شرائط متعلقة بإيه؟ جائز، يعني يجوز جوازا يعني ملتبسا بثلاثة شرائط. جه بقى بعض الشراح وقال لك لا، هم مش ثلاث، هم اربع شرائط. فكلمة بثلاثة قال ده عدد، والعدد لا مفهوم له. يعني ايه لا مفهوم له؟ يعني ما بينفيش الرابع، ما بينفيش الخامس، ما بينفيش السادس. طيب يا مولانا، وشرائط، الشرائط ما قالش شروط. قالوا شرائط جمع شريطة بمعنى خصلة مشروطة، وهي مؤنثة، فكان عليه حذف التاء في ثلاثة. ما هو المعدود لو كان مؤنث يبقى العدد مذكر، شرائط جمع شريطة يبقى مؤنثة، يبقى كان مفروض بثلاث شرائط. لكن قال بس احنا ممكن نؤول شرائط بمعنى شروط، وشروط يبقى مفردها شرط يبقى مذكر وتصح العبارة، والتأويل خير من التضعيف. احفظها كده يا مولانا. طب يا مشايخ الإسلام، قال أن يبتدئ
لبسهما بثلاثة شرائط. أولها أهو اكتب عليها رقم واحد، أن يبتدئ، يعني أن يبتدئ مريد المسح على الخفين سواء كان ذكرا أو كانت امرأة لبسهما، الضمير يعود إلى الخفين، بعد كمال الطهارة أي بعد الطهارة الكاملة، تطهر طهارة تامة ثم بعد ذلك ابتدئ في لبس الخفين، لأن سيدنا رسول الله قال للصحابي دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الحديث كده قال له سيبه، ده أنا مدخلهم وهم طاهرين. شفت بقى هنا بقى العلماء الشافعية أخذوا من هذا الكلام، وهو أنه يشترط للمسح على الخفين أن يلبس الخفين بعد تمام وكمال الطهارة، فإني أدخلتهما طاهرين، رضي الله عن الصحابة. بعد تمامها، يعني إن كنت حضرتك بتتوضأ توضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك اغسل رجليك، وبعد ما تغسل الرجلين الاثنين ابتدئ بلبس الخف، او اغتسل غسلا تاما كاملا، غسل الجنابة او غسل الجمعة او غسل اي غسل مندوب، ثم بعد ذلك البس الخفين، او اتيمم، اتوضأ وتيمم حيث جاز لك الجمع ثم بعد ذلك البس الخفين. قالوا لو كان عليه الحدثان وغسل أعضاء الوضوء عنهما، عليه الحدث الأكبر وعليه الحدث الأصغر، وغسل أعضاء الوضوء ولبس الخفين قبل أن يغسل باقي البدن، ما الذي عليه حينئذ؟ هل يعتد بما لبسه أم لا؟ ده غسل أهو، يعني أنا مثلا علي الحدثين فرحت غاسل وجهي بنية رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو بنية رفع الحدث الأكبر فيدخل في الأصغر فيطلع، ورحت غسلت يدي إلى المرفقين وماسح رأسي، أو غسلت رأسي وغسلت قدمي ولبست الخف وما غسلتش بقية البدن، وأنا خلي بالك عليه حدث أكبر، فهل يعتد بهذا اللبس؟ لا. لماذا؟ لأن الطهارة ليست كاملة وليست تامة، ينبغي أن تغسل باقي البدن ثم بعد ذلك تلبس الخفين لبسا على طهارة تامة كاملة، لأن الحديث كده قال له إيه؟ قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وطاهرتين ده حال، يعني أدخلت القدمين حال كونهما طاهرتين. طيب، طب ما هو قال بعد كمال الطهارة، طب ما كان قال بعد الطهارة، والمفرد إذا أطلق فإنه يحمل على الكمال والتمام، فلماذا قال الكمال مع أنه لو قال الطهارة كانت تفيد التمام والكمال؟ قالوا هذا من قبيل التوكيد، من قبيل يا مشايخ التوكيد، لأنه ممكن حد لو هو ما أكدش ممكن يفهم المجاز أنه أراد بالطهارة بعض الطهارة مش كل الطهارة، قال فأراد أن يدفعه، أراد أن يدفع بذلك المجاز. قال ده الشرط الأولان، وأن يكون، يعني وأن يكون الخفان، فالألف هنا ألف الاثنين رجع للخفين، ألف الاثنين رجع ليها مشايخ، رجع للخفين.
وأن يكون أي الخفان ساترين. ساترين يعني يغطيان محل غسل الفرد من القدمين، يعني المكان الذي يغسل غسلا واجبا في الفرد هو الذي يجب أن يغطيه، أن يغطيه الخف. طيب هو ده الشرط، أو اقروها كده، وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين. وخلي بالك من القدمين يعني مع القدمين، ونخش كمان على الكعبين. ولذلك في شرح الشيخ الباجور يقول لك ايه، في شرح الشيخ ابن قاسم يقول لك بكعبيهما، اقرا كده جوه، بيقول لك ساترين لمحل الفرد من القدمين بكعبيهما، لان الكعب ما دخلش. ولذلك الشيخ ابن قاسم هنا قال بي، والباء هنا بمعنى مع، اي مع كعبيهما، اغسل محل الفرد وكذلك تغسل معه الكعبين. ولذلك لما تأتي وتلبس الخف لابد أن تستر القدم مع الكعبين. ولذلك هنا بيفرع عليه ويقول فلو كان دون الكعبين كالمداس لم يكفي المسح عليهما. المداس ده عامل حاجة زي الايه، عارفين الشبشب، فده لكنه يكون مغطى من الأمام من الوجه والجوانب، لكن يأتي عند الكعب الخارجي هذا، بكعب الكعب هنا مش الكعب بقى، العقب، لأن ده احنا بنسميه في مصر الكعب، لكن هو في اللغة مش ده الكعب، ده العقب. أما الكعبين ده هما العظمان الناتئان أسفل الساق، اللي هو احنا بنسميه في مصر بز الرجل. احنا بنسميه كده، بس زمان بقى ما اظنش الان الناس المتحضرين بقوا يستعملوا الكلام ده. الناس ما زالوا بيستعملوا الاستعمالات العرفية ديت. اصل انا قديم شوية. قديم كتير كمان. سمعنا حاجات خلاف اللي الناس دلوقتي بتستعملها. فبيبقى من 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 الخلف، يعني عند العقب فارغ مش مقفول زي الجزمة، ولكن عند العقب بيبقى مقطوع، بيسموها في مصر هنا بلغة مش بلغة، إلا ذكرها سيدنا الإمام الشافعي يقول لك بلغة، يعني مادة يتوصل بها إلى مراده. أما دي اسمها بلغة. بلغة يعني إيه؟ يعني عبارة عن جزمة مقطوعة من المؤخرة. هو ده المداس. الإمام الرملي صاحب النهاية بيقول هي بكسر الميم مداس. فهمنا؟ لم يكفي المسح عليهما. لماذا؟ لأنه مش مغطي محل الفرد، يبقى لابد أن يغطي محل الفرد وكذلك الكعبين العظمان الناتئان أسفل الساق. طب يعني ايه الضابط بقى ساتر؟ هل الساتر هنا هو الذي مر الذي سيأتي في الكلام على ستر العورة؟ قال لا، الساتر هنا كل ما يمنع من نفوذ الماء من غير محل الخرز. ايش خرز؟ ايش خرز هذا؟ عارفين الجزم حضراتكم أعزكم الله اللي هي لها رباط، هي دي الخرز بقى، اللي هو عبارة عن العروة التي يوضع فيها الرباط، هي دي العروة، اسمها محل الخرز. محل الخرز اللي هي العروة، تحط فيها رباط الجزمة. يا ريت كنت جبت لكم يعني جزمة ولا حاجة. يبقى الساتر هو الذي يمنعه
نفوذ الماء لو صب عليه الماء من غير محل الخرز. يبقى مانع لنفوذ الماء لو افترضنا أن الماء صب عليه من غير محل الخرز. طب ده على كده يا مولانا الشراب اللي احنا بنلبسه ده ما ينفعش. ما ينفعش. طب ده شافعي؟ شافعي. طب ومفيش حاجة تانية؟ احنا بندرس ما بنفتيش، احنا هنا للتدريس. حتى لما بجاوب على اسئلتكم جوابي على هذه الاسئلة عبارة عن اجابة عن اسئلة ترد على ما حكم هذا السؤال في المذهب الشافعي، مش فتوى، عشان بس نبقى واضحين. وبقولها تاني وتالت ورابع، عندما أجيب عن أسئلتكم في الدرس هي إجابة من فهمنا للمذهب الشافعي وليست فتوى للعمل، عشان ما حدش يخلط وتقول ده رأي دار الإفتاء. لا، ده مش رأي دار الإفتاء، ده رأي سيدنا الإمام الشافعي ومدرسته من بعده. ولا تخلط بين مقام التدريس ومقام الإجابة عن الأسئلة على مقتضى مذهب الإمام الشافعي بالفتوى. فهمنا ولا ما فهمناش؟ فهمنا. ولذلك قالوا لا يجزئ منسوج. منسوج اللي هو الشراب بتاعنا بتوع اليومين دول، ده مذهب الإمام الشافعي كده. لا يمنع نفوذ الماء من غير محل الخرز. ده كمان الشرابات بتاعتهم كان ليها ايه؟ محل خرز برضك. يعني في شرابات كده كانت مفتوحة كده وبتتقفل يعني الخيط. ايه؟ لا، كانت خرز مخرزة ليها عرة. ليها عرة زي الجزمة كده، عزك الله. قال من غير محل الخرز لو صب عليه، لأن الغالب من الخفاف أنها، ده الخفاف التي وردت عليها النصوص. خلي بالكوا يا مشايخ، احنا ليه بقى قلنا كل الشروط ديت؟ يجي واد من العيال السلفية الوهابية الفاصوليا وكلام من ده يجي يقول لك هو فين الدليل على ان الشروط دي كلها يعني شروط شرعية؟ جبتوها منين؟ هو سيدنا رسول الله نص عليها؟ هو مش فاهم حاجة، هو مشكلته ان هو عقله خاوي، مش فاهم المنظومة شكلها ايه. نقول له يا ايها الرجل ان حق لك ان تكون رجلا، النص نزل على ايه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مسح وامر بالمسح واجاز المسح، صح؟ طيب النص لما نزل، نص الجواز نزل على خفاف. هذه الخفاف علماؤنا كأنهم استقصوا أوصافها وجعلوها مورد النص، فصارت هي التي ورد عليها النص فأخذوا منها الشروط. النموذج، أدي النموذج اللي نزل عليه النص، مسكوا النموذج اللي نزل عليه النص وبدأوا يستقصوا في أوصافه. أولا أن يلبسه بعد تمام كمال الطهارة. واخدين منين؟ واخدينه من أدعهما فإني يعني أدخلتهما طاهرين. طب أن يكون ساترا لمحل الفرد، لأن الخفاف التي كانت تلبس في عهد سيدنا رسول الله وعليها ورد الجواز وعليها سقطت الرخصة كانت هكذا، ده الغالب، كان غالب الخفاف كده. فاستقرأوا الخفاف الغالبة وبحثوا عن أوصافها وجعلوا أوصافها هي الشروط لأنها هي التي اعتبرها الشارع. فما تجيش تقول لي بقى أصل هو لازم سيدنا يقول كده، هو
ولا بد ان يكون لا لا لا, لا. يعني بصراحه لو كانت الشريعه بالطريقه اللي انت عايز تتصورها ديت ما كانش حد امن, لان ما كانتش هتبقى فصيحه, كانت هتبقى مرطرطه وكلام كتير وكلامها راغي. وحاشا الشريعه, حاشا صاحب الشريعه ان ياتي لنا بشرع مثل هذا. ده نزل لنا حاجات على مستوى الفهم الدقيق حتى يتباحث فيه العلماء ويتأملوه وهكذا. قال: لأن الغالب من الخفاف التي وردت عليها النصوص وسقطت عليها الرخصة أنها كانت تمنع من نفوذ الماء. فشوف بقى الشيخ الباجوري بيقول لك إيه: فتنصرف إليها النصوص الدالة على الترخص فلا يكفي ما عداها. يا سلام, هي دي هي ديت الغالب. فالحكم دائما للغالب والنادر لا حكم له, ولذلك لا يجزئ المنسوك, عشان ما حدش يرجع ويسألني تاني هل يجوز المسح على الشراب عند الإمام الشافعي. أقول لك الشراب لا يجوز أن تمسح عليه, مذهبنا هكذا. يقول لي دي فتوى, أقول له ده تخريج وتفريع وإجابة على مقتضى المذهب. يعني يجوز إن أنا أتعبد بيها؟ آه, وده أولى. طب ينفع أنا ساعات بمسح على الشراب؟ لأن عندنا فتوى في دار الإفتاء تجيز المسح على الشراب, بس مش هي المذهب الشافعي. ولذلك هو بيقول لك هو لا يجزئ منسوك. طيب امال انت شافعي ازاي؟ انا شافعي مذهبا, ولكن عند العمل بفتح الدائره تيسيرا علي وتيسيرا على يعني على التعبد, يعني حتى اتعبد الله سبحانه وتعالى يعني بطريقه يعني تكون واسعه, بطريقه تدفع عني المشقه, لا سيما ان اليومين دول يعني الدنيا يعني ساقعه جدا. حافظوا على نفسكم. والمراد بالساتر هنا الحائل, يعني الذي يحول دون وصول الماء من غير محل الخلص, لا الذي يمنع من الرؤية. لأن المراد من ساتر العورة في الصلاة هو الذي يمنع الرؤية. رؤية التلفزيون؟ لا, رؤية البشرة, بشرة البدن مش رؤية التلفزيون. انتوا مش معايا النهاردة. والحائل ما يمنع من نفوذ الماء. خلاص, ما دي قلناها خلاص. ولا بد من كون الساتر من كل الجوانب, يعني لابد ان يكون ساترا للقدم من هذا الجانب اليمين والجانب اليسار ومن العقب ومن فوق وهكذا, ان يكون ساترا للقدم بتمامها وكمالها. بعد كده قال ايه بقى سيدنا رضي الله تعالى عنه وارضاه: وان يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما. ده رقم كام؟ رقم ثلاثة. هيجي بقى رقم أربعة بقى, ما تقلقوش. قال: وأن يكون ألف الاثنين عائد على الخفان, يعني وأن يكون الخفان مما يمكن تتابع المشي عليهما. يمكن يعني يتيسر ويتاح أن يمشي عليهما في شراء أشيائه إن كان مقيما أو إن كان مسافرا. ولذلك في ضوابط وفي تفاصيل كثيرة جدا في هذا المقام. يعني أن يكون الخفاني, وفي لغة يقول لك الخفان, ده اصلا المثنى في 10 لغات ذكرها الشيخ خالد الازهري في التصريح على التوضيح. يعني ان يكون الخفان مما يسهل توالي المشي عليه. يقول لك توالي اي التردد, يعني يتردد عليهم يمشي فيهم اذا كان مسافرا, او يمشي فيهم ان كان مقيما. فالمراد بالإمكان السهولة,
وإن لم يوجد بالفعل وإن لم يوجد مشي. افرض إنه هو لبس الخفان، لبس الخفين وجلس في البيت وهو قعيد ولم يمشي عليهما، يمسح ولا ما يمسحش؟ قال له يمسح، بس هو لم يمكن ما مشيش عليهما. قال ما هو مش المراد المشي عليهما بالفعل، بل المراد أن يكون على صفة وهيئة، لو أراد أن يمشي عليهما لتيسر المشي عليهما، يعني في قوة. الخف فيه قوة المشي، إنك أنت تشتغل عليه، تتردد تروح الجامعة، ترجع من الجامعة، تنزل تروح الدرس، تنزل الصلوات، تنزل السوق تشتري حاجات، ترجع المنزل تخش، يتحمل كل هذا. أن يكون الخف متحملا لكل الأعباء وكل أعباء المقيم أو أعباء المسافر. والمراد بالإمكان بلا مداس، يعني أن يكون هو بنفسه من غير ما تلبس عليه حاجة يمكن أن تمشي عليه. اقلع المداس بتاعه وامشي بيه وروح الجامعة وارجع من الجامعة وروح صلي بيه وروح اشتري بيه، إذا كان يتحمل هذا بغير أن يحدث له إتلافات خلاص يبقى هو ده المراد. وقالوا أن يمكن تتابع المشي عليهما، هو أنا بمشي على الخف خف ولا بمشي في الخف؟ فقال عليهما بمعنى فيهما، لأن المشي إنما يكون فيه وليس عليه، فعلى بمعنى فيه. في بقى شرط رابع لم يذكره هنا إمامنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أن يكون الخفان طاهرين، طهارة الخفين. فما ينفعش يبقى الخفين من جلد الخنزير أو جلد الكلب أو جلد الميت قبل دباغها. ليه؟ قال لأن الخف رخصة، والرخصة يعني لا تكون على النجاسة، وطهارة ما تحتهما، فلا يكفي نجس ولا متنجس، ولو كان عليه نجاسة معفو عنها فمسح ما عداها صح. افرض الخف متنجس نجاسة ولكن هذه النجاسة معفو عنها، ومسحت أنا غير المكان، يعني مسحت بيدي على الخف وتجنبت المكان الذي عليه النجاسة، جاز وصح. لكن اللي ما يصحش ان هو يكون ذاته نجسة، اما الرجل متنجسة او الخف متنجس نجاسة معفو عنها فلا مانع من المسح. طيب يا مشايخ الاسلام، ولو عمت النجاسة المعفو عنها، افرض ان الخف كله أصاب نجاسة معفو عنها، ينفع أني أنا أمسح ولا لا؟ قال ولو عمت النجاسة المعفو عنها مسح عليه. قال لو كان الخف كله عليه نجاسة معفو عنها جاز المسح حينئذ، ويعفى عن يده الملاقية للنجاسة. قال ومع هذا يعفى عن يدك عندما تلامس وتلاقي النجاسة. طيب قال ولا يكفي المسح على خف المحرم إذا لبسه لغير عذر، لأنه محرم لذاته، دي قلناها، فإنه منهي عن اللبس من حيث هو لبس، فكأنه لا يمكنه تتابع المشي عليه. يبقى هنا ذكرناها من جهة إيه؟ إنه هو لا يمكن تتابع المشي عليه لأنه منهي عنه، وما دام منهي عنه بقى الشرع بيقول لك ما تمشيش عليه وما تلبسوش وما تستهلكوش، فهذا مما لا يمكن تتابع المشي عليه، من جهة أن المانع من هذا التتابع هو الشارع. الخف المحرم لعارض يصح المسح عليه، مثل خف الحرير والديباج والذهب والفضة، كل ده قلناه. شرط الطهارة معتبر عند المسح لا عند اللبس،
ما هو بيقول لي طاهر، الطهارة دي تبقى امتى؟ عند المسح ولا عند اللبس؟ يعني ايه عند المسح وعند اللبس؟ ما انا دلوقتي هتطهر طهارة كاملة والبس الخفين، وامتى همسح؟ هنقول همسح بعد الحدث، بعد ما احدث اول حدث ابدأ المسح. فهل يعتبر الطهارة عند اللبس، طهارة الخفين تكون عند لبس للخفين، ام الطهارة تكون عند ابتداء المسح؟ لا، الطهارة معتبرة عند المسح لا عند اللبس. ممكن يبقى نجس عند اللبس ولكن وامشي بيه وبعد كده احدث ولما اجي امسح اغسله، وبعد ما اغسله امسح عليه، خلاص ينفع. طب وبقية الشروط؟ البقية الشروط لابد ان تكون عند اللبس. هنا بقى اتكلموا عن مسألة لطيفة جدا، لكننا مش لها اربع صور، وهي مسألة الجرموق. الجرموق عبارة عن ايه؟ عن خف فوق خف. واحد بقى من شدة البرد بيلبس خفين على بعضهم، في بعض الناس كده من شدة البرد. اصل البرد ده هناك اجسام تتحمله وهناك اجسام لا تتحمله، والبرد بيختلف من جهة الى اخرى. يعني برد مصر ده لا يساوي شيء امام برد اوروبا. يبقى الجرموق بضم الجيم والميم، وهو فارسي معرب. هو ايه بقى الجرموق؟ قالوا الجرموق عبارة عن يلبس خف فوق خف، وله اربع صور. اما ان يكون الاعلى والاسفل يعني كل منهما قوي، واما ان يكون كل منهما ضعيف، واما ان يكون الاعلى قوي والاسفل ضعيف، او الاسفل قوي والاعلى ضعيف. يبقى اربع صور. ما المعتبر في المسح؟ المعتبر في المسح لها احوال وتفصيل ان شاء الله نرجئه الى كتاب اكبر. طيب قال والمسح، لان احنا مش هنقول بقى كل حاجة في طب وبعد كده بقى لما نشرح مثلا التنبيه للامام الشرازي هنقول ايه، سيبوا حاجة بعد كده يا مولانا. ويمسح المقيم يوما وليلة، يعني يمسح المقيم ولو كان عاصيا باقامته كناشزة من زوجها، واحدة نشزت من زوجها. يعني ايه؟ يعني سابت له البيت ومشيت بدون سبب. الراجل مأكل ومشرب ومهن وعامل كل حاجة وهي مش عاجبها، فخدت بعضها وكلها كده يا مولانا وراحت عند بيت والدها. يبقى إقامتها عند أبوها ايه؟ حرام. يبقى هي عاصية بإقامتها في غير محل الزوجية. وآبق يعني عبد هرب من سيده وأقامه في مكان آخر، فهو عاص بإقامته. هل له أن يمسح يوما وليلة؟ نعم، وإن كان عاصيا بإقامته. مثل المقيم المسافر سفرا قصيرا. المسافر سفر قصير أيضا يمسح يوما وليلة. وكذلك العاصي بسفره، يعني بسبب السفر، العصيان سببه السفر. والهائم واحد خرج كده مش عارف رايح جاي فين وطالع منين وإلى آخر، ما يعرفش لنفسه وجهة. انت رايح فين يا مولانا؟ انا ماشي. ماشي راح فين يعني؟ انا ماشي. طيب ما انت كده اولا بتضيع مالك بعربيتك. واحد طالع كله يقول لك انا ماشي، يعني رايح فين؟ انا ماشي. فركب الطريق وفضل ماشي ماشي. طيب طب ده هائم، ده ما يعرفش النفس وجهه. طب هو حرام ليه؟ لانه بيتعب نفسه وبيستهلك بنزين وبيضيع مال بغير فائده. عبسي، العبثيه في الاسلام غير مطلوبه، ده منهي عنها، لانها تضيع الوقت والنفس والجهد والمال. يبقى لابد ان يكون لك هدف ومقصد محدد يا مولانا.
رايح فين؟ لا ده انا رايح اسكندريه اشم هوا، اغير جو، اتنزه، يبقى ليك مقصد. انا رايح مثلا مخنوق شويه كده بالليل وهنزل اتمشى اشم هوا، يبقى انت مش هائم. اما الهائم ده ماشي، ما يعرفش النفس وجهه ولا مقصد، وبعد شويه لقى نفسه قطع 200 كيلو واذن عليه الصلاه، ده بقى يقصر؟ لا ما يقصرش، ده يكسر رقبته لانه عاصي. قال يوما وليله، لانه سواء كانت الليله يعني متقدمه او الليله متاخره، الليله متقدمه فيما لو احدثه بعد اللبس، احدثه عند، في حاجه احنا لسه ما قلناهاش صح؟ احنا ماشيين كده صح؟ ثانيه واحده. ايوه صح كده، لان احنا ويحدث بعد الحدث او ابتداء المده. الليلة تقدمت فيما لو أحدثه عند غروب الشمس. الليل هيمسح إيه؟ هيمسح الليلة كلها ويمسح النهار إلى غروب الشمس في اليوم الآخر. أو اليوم تقدم يبقى هيمسح يوم ومعاه ليلة، لأن الحديث نص على اليوم والليلة. يبقى عند طلوع الفجر أحدثه، يبقى يمسح اليوم ده والليله اللي وراه التابعه ليه، لان الحديث. انت اسمك ايه بتاع سنغافور؟ صالح. لان في الحديث نص على اليوم والليله، سواء تقدمت الليله او تاخرت. ولو احدث اثناء النهار، افرض ان هو صلى الظهر وبعد ما صلى الظهر احدث، وكان لابس على طهارة الصبح، قال يبقى يكمل المنكسر، هيمسح ليلة تامة، ولكنه هيمسح من أول الحدث إلى غروب الشمس، ومن طلوع الفجر إلى بعد الظهر في نفس الوقت الذي أحدث فيه. يبقى كم ساعة؟ 24 ساعة. طب جميل، ده إيه ده المسح الخفين مليان. قال ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر، يعني ويمسح كذلك المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، والباء هنا بمعنى مع، بلياليهن، سواء برضه كانت الليالي متقدمة أو كانت الليالي متأخرة، على وزن ما قبله. يعني سواء أحدث عند الغروب يبقى هيمسح ثلاث ليالي وثلاث أيام. يعني افرض النهاردة اهو دي ليلة ايه؟ ليلة السبت، عند غروب شمس الشمس مع أول ليلة السبت أحدث، يبقى هيمسح ليلة السبت وليلة الحد وليلة الاثنين، وهيمسح يوم السبت ويوم الحد ويوم الاثنين. بس الليلة هنا متقدمة واليوم متأخر، عند أذان الفجر أحدث، هيمسح إيه؟ هيمسح عند أذان الفجر يوم السبت، هيمسح ليلة الحد وليلة الاثنين وليلة التلات. طب بسيطة كده يا مولانا، زي ما شيخنا علمها لنا رضي الله تعالى عنه وارضاه، 72 ساعة، وريح بالك وبالك ريح. تحسب الليلة المتأخرة عن اليوم للنص عليها قلناها، ويكمل المنكسر قلناه، 72 ساعة ونخلص. ثم قال بعد ذلك وابتداء المدة، مدة إيه؟ أي مدة المسح، سواء مدة مسح المقيم أو مدة مسح المسافر. وابتداء المدة من حين يحدث،
أو من حين يحدث. شيخ البجوري بيقول لك فيها الضبطين، من حين ومن حين. إما أن أنت تضيفها وإما أن أنت ما تضيفهاش. طيب قال: وابتداء المدة من حين يحدث. نقرأ بقى اللي فيه: يعني يجوز للابس الخف أن يجدد الوضوء قبل حدثه، بل يستحب. خلاص دي معروف وقلناها، حكم تجديد الوضوء للابس الخف قبل الحدث. هتقول ايه بقى لو سئلت حضرتك؟ هتقول جائز، يفعله مرارا وتكرارا. قال: يمسح على الخفين في كل تجديد ما دام متطهرا. ماشي، ولا تحسبه من المدة. طب هل بقى الجديد هنا اللي احنا جايبين الكلام عشان اتينا بهذا الكلام من اجله، هل المسح على الخفين قبل الحدث في تجديد الوضوء يحسب من المدة أم لا؟ لا يحسب من المدة، لأن حضرتك حتى لو ما مسحتش ولو لم تتوضأ وصليت، ما أنت هتستبيح بالصلاة، وإنما تفعل ذلك تعبدا لله. طيب لسه فاضل شوية يا مشايخ، فاضل حاجة وعشرين فقرة، عشرين فقرة. بعدها أنا أصلا بالفقرات، بس فيها استفاء لكل المسائل الحمد لله. يعني هنا شرحنا متن أبي شجاع أول مرة نشرحه بالطريقة المستفيضة اللذيذة دي. نواياكم صالحة يا مشايخ الإسلام. قال: وتعتبر المدة من أول الحدث. هنا بقى يا ترى انت قلت تعتبر المدة، نقرأ بس المتن كده جوه عشان في كلام لطيف قوي في الحتة دي وفيها يعني شغل كتير. قال: ويمسحه. خلصنا بقى دي يمسحه، انت هتفضل تقول يمسح ليوم القيامة. وابتداء المدة تحسب من حين او حين يحدث، اي من انقضاء الحدث الكائني. خلي بالك انت قلنا ايه؟ قلنا ان ابتداء المدة تحسب من الحدث الحاصل والكائن بعد اللبس. معايا ولا مش معايا؟ يعني هاب اني انا النهاردة صليت الفجر، غسلت رجلي ولبست الخفين والحمد لله، طلعت حضرت الدرس في الرواق الجوي، درس بعد الفجر، خلص الساعة 10، نزلت حضرت الصلاة، خلصت بعد الصلاة كان في درس، والتقينا بحديث الجمعة مع قال الإمام رضي الله عنه وأرضاه، انتهينا عند صلاة العصر. بعد كده رحت الرواق الجاوي، بعد ما خلصت الرواق الجاوي ها الساعة 8-9 وكل ده وأنا لابس الخف وبصلي بيه لأني ما أحدثتش. حصل ان انا احدثت الساعة 10 بالليل. الساعة 10 بالليل تبتدئ المدة، ان كنت مقيما او كنت مسافرا. ان كنت مقيما استبحت واستمتعت وترخصت ب 24 ساعة، ولو كنت مسافر هتستمتع وتترخص ب 72 ساعة. بس انت لبست الخف امتى؟ انا لابس الخف الفجر. طب والحدث جه الساعة كام؟ الساعة 10 بالليل. يعني بعد كام ساعة؟ يعني بعد 16 ساعة. يبقى ابتداء المدة من الحدث الحاصل بعد اللبس. طب يا مولانا الحدث قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، يعني ايه؟ قد يكون زمنه طويل وقد يكون زمنه قصير. افرض ان انا جيت على الساعة 10، انا لابسه بعد الفجر،
على الساعة 10 وروحت البيت وما أحدثتش إلا بالنوم. قعدت كده على السرير من التعب لأن أنا كان يوم طويل، نمت ما صحيتش إلا الساعة 5 الفجر عند أذان الفجر. هل بقى المدة بتتحسب من الساعة 10 أول الحدث لأن النوم حدث، ولا بتتحسب الساعة 5 من آخر الحدث عند استيقاظي؟ العلماء الشافعية اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا. منهم من قال العبرة بأول الحدث، ومنهم من قال العبرة بآخر الحدث. واللي قال العبرة بآخر الحدث قال لأن الحدث لو قلنا العبرة بأوله ممكن ينام 24 ساعة فيصحى وما ينتفعش من الرخصة خالص، لأنها تبتدي الساعة 10 وهو سبحان الله نام وصحي الساعة 10 تاني يوم. فلو قلنا ال 24 ساعة بتبتدي من أول الحدث هيستغرق الحدث كله. والتاني قال لا، العبرة بالأول لأنه هو الأول ده يعني هو الذي حصل به يعني الايه التراخص. الإمام الرملي توسط في هذا واختار قولا معتمدا سار عليه أصحاب المدرسة من بعده. قال دلوقتي احنا عندنا حدث يحصل باختيارك وحدث لا يحصل باختيارك. قال العبرة بأول الحدث الذي من شأنه أن يقع باختياره، من شأنه، من شأن هذا الحدث أن يقع باختيار المكلف حتى وإن وقع بغير اختيار، لكن صفته إيه، هيئته إيه، أنها تقع باختيار المكلف. وإن وجدت بغير اختيار مثل النوم، مش النوم نفسه، لا ده أخذ، أصل النوم المراد به الأخذ في الأسباب، يبقى النوم من شأنه أن يقع باختيار المكلف حتى ولو حصل أن في بعض الأحيان حضرتك نمت بغير اختيار كالنوم واللمس. لمس المرأة ده واقع باختيارك وإن كان في بعض الأحيان من غير قصد بتلمسها، والمس أي مس الذكر كذلك واقع باختيار سواء وجد وحده أو وجد مع غيره. ومن آخر الحدث الذي من شأنه أن يقع بغير اختيار كالبول والغائط. البول والغائط ده بغير إيه؟ ده غصب عنك، هو أنت اللي هتحدث حدث البول لو عليك مش عايز تخش الحمام خالص، ولكنه يحدث بعد امتلاء المعدة فتكون مضطرا إلى إخراجه، فده يعتبر من آخر الحدث. يبقى النوم واللمس والمس ده من أول الحدث، والبول والغائط ده من آخر الحدث. طب يا مولانا، وعلى ذلك اختار الشيخ الباجوري اختار هذا الرأي وهذا التقرير الرائع اللطيف المنيف. العاصي بسفره، فين بقى العاصي بسفره؟ ده ما قالش حاجة في العاصي بسفره، إن مسعى في الحضر ثم سافره، هي دي، لا دي لسه ما جاتش، نقولها برضك دي فائدة. العاصي بسفره، ما هو بيقول لك بقى وللمسافر أن يمسح 3 أيام إلا أن يكون عاصيا بالسفر. قال العاصي بسفره يعني الذي ينشئ سفره للمعصية، يعني من أجل أن يعصي، يعني رايح اسكندرية حتى يقتل الشخص الذي تشاجر معه، يبقى سفره للإسكندرية دي معصية. ذهب الأسكندرية حتى يقابل المرأة التي تواعد معها سرا أو جهرا، ده دوت كمان السفر ده سفر معصية. ذهب إلى الأسكندرية من أجل أن يشتري شحنة سجائر،
هذا حرام. بلك ذهب إلى الأسكندرية من أجل أن يشتري كتب محمد بن عبد الوهاب، لا من أجل أن يرد عليه، وإنما من أجل أن ينشر الدعوة الوهابية التي هي ألعن من الحملة الصليبية. آه والله ما أنت مش واخد بالك، هو حد جاب لنا داعش غير هم يا ولد؟ يبقى سفره ده معصية. طب سفر للسيد أحمد البدوي حتى يزور ويلتمس النفحات والبركات، لا ده سفر طاعة. طب وهو ماشي كده يعني شاف واحدة حلوة يعني فنظر إليها نظرا متماديا، ده المعصية حصلت في السفر، ولكن السفر نفسه الدافع ليه والحامل عليه ليس معصية، ده زيارة ولي من أولياء الله الصالحين وقطب من الأقطاب. توهاب يا له اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا سلفيا ولا وهابيا. آمين يا رب. اللهم آمين. طبعا هم كفروني من زمان، ماشي. تكفير العدو شهادة بالإيمان. يبقى إذا أنشأ سفره من أجل المعصية يبقى ده المعصية بالسفر، ولذلك صاحبه لا يترخص ترخص المسافر، وإنما يترخص ترخص المقيم، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. أنت عايز تنتفع وتترخص برخصة الله وأنت مسافر لمعصية الله، لا لن تأخذها ولن تنالها. لكن لو المعصية حصلت في السفر، مسافر لزيارة سيدي أحمد البدوي ورأى شرب سجاير زي بعض الصوفية المريدين، بقى عندهم حاجات كده، ربنا كلنا ذنوب وخير المذنبون التوابون، بيهم شاربين سجاير وهم رايحين يزوروا بنشوفهم. طيب ماشي، ما فيش مانع ترخصوا، لأن المعصية حصلت في السفر لا بالسفر، يبقى في معصية بكذا وفي معصية في كذا. المانع أن يكون الذي يحملك على السفر هو المعصية، لأن السفر ده سبب الترخص. طب وسيدي سيدنا الإمام البجوري ضرب مثال للذي يسافر لطاعة الله كزيارة سيدي أحمد البدوي، ده الشيخ البجوري اللي قال كده مش أنا والله. الشيخ البجوري ده إيه؟ ده شيخ الإسلام. الشيخ البجوري ده الذي له يعني اليد الطولة في هذه المؤلفات وفي هذا العلم المنتشر بين أيدينا، هو الذي شرح متن أبي شجاع وانتفحنا وانتعشنا وانتفعنا بشرحه إلى الآن، هو الذي شرح الجوهرة، هو الذي شرح البردة، هو رضي الله عنه وأرضاه. فإن مسح في الحضر، هذه فإن مسح في الحضر ثم سافر، مسح في الحضر، مسح على الخف في الحضر، يعني إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إنه هو بعد صلاة الفجر أو في صلاة الفجر توضأ، غسل قدميه، لبس الخف، صلى وقعد حضر الدرس على الساعة 10 أحدث، توضأ ومسح وسافر للأسكندرية لحضور درس الحديث عند الشيخ الكتاني مثلا يعني، فبدأ له أن يجلس يومين لسماع العلم، هيمسح إيه؟ مسح مقيم أم مسح مسافر؟ لا مسح مقيم. ليه؟ لأن عبادة، المسح هو عبادة، اجتمع فيه الحضر لأنه بدأ هو ده مسح، واجتمع فيه السفر، فيغلب فيه الحضر على السفر، لأنه ابتدأها
ابتدأ العبادة في الحضر، واجتمع معها السفر. فإذا اجتمع الحضر والسفر في العبادة قدم الحضر على السفر، لأن الحضر هو الأصل. ولذلك في هذه الصورة يمسح يوما واحدا فقط، بخلاف ما لو صلى الفجر ثم بعد ذلك أحدث الساعة 7 الصبح، خلاص، وبعد ذلك سافر وصل الإسكندرية الساعة 11 الظهر، اتوضى وراح مسح على الخوف، جميل، وألم معد يومين، هيمسح ايه بقى؟ مسح مسافر، لأن المسح حصل فين؟ حصل في السفر، فلم يجتمع فيه حضر ولا سفر. ولذلك بيقول لك هنا: فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، راح هناك اسكندرية لقى إن كتاب الموطأ مش هيخلص إلا في أسبوع، فناوى يقيم الأسبوع ده، بس بعد ما مسح، قبل ما ينوي كان ليه إن هو يمسح كام؟ 72 ساعة قبل ما ينوي الإقامة، لكن لما عرف إن الكتاب هيتختم في أسبوع نوى أن يقيم أسبوعا. هيمسح بقى كام يوم؟ 24 ساعة بس، يوم واحد. قال: أو مسح في السفر ثم أقام، يعني ثم نوى الإقامة، أتم مسح مقيم. لماذا يا مشايخ؟ لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلب الحضر على السفر. بارك الله فيكم، الحمد لله، أنا اطمأنت عليكم خلاص، وهتبقم علماء بإذن الله، بس ذكروا ذكروا الكلام ده. قال: ولو سافر بعد الحدث وقبل المسح ثم مسح في السفر فله أن يقيم مدة مسافر. طب خلاص قلناه، وابتداؤها من الحدث في الحاضر، إيه بقى دي ما قلناهاش؟ طب لو هو مسح في السفر، انت قلت ليه 72 ساعة؟ طب ال 72 ساعة من امتى؟ قال ال 72 ساعة من الحدث. الحدث كان فين؟ الحدث كان في القاهرة. ال 72 ساعة هيتحسبوا من الحدث اللي حصل في القاهرة. حتة حلوة اهي. ولو مسح في الحضر ثم مضى عليه يوم وليلة، اللي حصل ان هو لبس الخف النهاردة الجمعة الساعة 6 الصبح، الساعة 10 أحدث، مسح عند الساعة 12 الجمعة، ثم بعد ذلك لبس الخف وجي صلى الفجر بتاع يوم السبت، وعلى الساعة 10 هو المدة بتاعته هتخلص الساعة 12، لا ما هو الحدث كان الساعة 10، المدة بتاعته هتخلص الساعة 10 يوم السبت، جه بعد الفجر أمسافر اسكندرية لكي يسمع مجلس الحديث وياخد الإجازة. هناك بقى هيعمل ايه؟ قال لك لا، كمل لغاية الساعة كام؟ كمل لغاية الساعة 12 اللي هو ساعة الحدث. طيب، ثم انتقل بعد ذلك وقال: ويبطل، ده ما اتكلمش عن كيفية المسح، خش عند سيدنا ابن قاسم وهتلاقي كيفية المسح معانا ايه، وهنشرحها احنا. قال: اللهم صل على الحبيب. والواجب في مسح الخف، وده كان مهم جدا وفات على الشيخ رضي الله تعالى عنه أن ينبه عليه، كان مهم جدا أن ينبه على كيفية المسح والواجب في المسح، أمسح إزاي وما الذي يشترط في المسح وما الذي يحصل به المسح. قال: والواجب في مسح الخف
ما يطلق عليه الاسم، يعني ما يطلق عليه اسم المسح. يعني حضرتك حتى لو حطيت ايدك كده اهو مبلولة ولم تحركها على الخف لا يمينا ولا شمالا حصل المسح، لأن هذا يطلق عليه مسح كمسح الرأس بالضبط، لأن المطلق يحصل بما يصدق عليه الاسم. فلو وضعت ايدك كده اهو وشلتها يبقى انت مسحت، لو وضعت ايدك هكذا وهي مبلولة ورفعتها ده مسح. طيب جميل. والمسح المجزئ هل بقى بيبقى على أعلى الخف ولا على أسفل الخف؟ قالوا لا، يكون على ظاهر الخف أعلاه. ولأن سيدنا الإمام علي بيقول لك ولو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف أسفل الخف أولى من أعلاه، لأن الأسفل هو الذي يلاقي يعني المكان وهو الذي يلاقي الأرض. قال المسح المجزئ يكون على ظاهر الخف، ده الظاهر بقى خلاف الباطن، والأعلى خلاف الأسفل. الظاهر يبقى ظاهر الخف، مش تدخل ايدك جوه الخف كده في باطن الخف، لان ده ما وردش. ولا يجزئ المسح على باطنه ولا على العقب، عقب الخف. فين العقب؟ اللي احنا بنسميه الكعب، كعب الرجل، بس ده اسمه العقب في اللغه. ولا على اسفله، مساحه الاسفل ما ينفعش، ولا على الجوانب ما ينفعش، ولا على وش الأصابع هكذا ما ينفعش، لابد أن يكون على أعلى القدم. طيب إيه الجمال ده؟ إحنا النهاردة أخذنا حاجة عالية جدا. لسه لكم شوية عندي، لسه لكم صفحة والكتاب يخلص، مع إن الوقت طار يا مولانا، وقت طار جري بطريقة غريبة. طب كيفية المسح يا مولانا؟ إيه بقى الكيفية التي يحصل بها المسح؟ قالوا أن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع. طيب عنده إيه؟ كعب رجله إيه؟ أدي العقب أهو بيبقى في الآخر، يضع يده اليمنى، لا ثواني انتوا، أن يضع يده اليسرى تحت العقب، أي يدي اليسرى كده هتبقى كده اهو، ويدي اليمنى هتبقى على اطراف الاصابع، ومشيها كده يبقى خلصت. ولا على بان يكون خطوطا، يعني بان يفرج اصابعه، ما يقفلهاش كده، فرج اصابعك كده شوي. ليه؟ لان احنا مش عايزين ايديك تعمم المكان بالمسح، لان هذا من المكروه. ولا يضمها، أن يفرج بأن يفرج بين أصابعه ولا يضمها. طيب ربنا يبارك لكم. ويبطل، هنا بقى في شوية حاجات ذكرها علماءنا. قال يكره استيعاب الخف بالمسح، وكان الشيخ الخطيب الشربيني كان بيقول استيعاب الخف بالمسح خلاف الأولى وليس مكروها، وعليه حمل عبارة الإمام النووي في الروضة. على كل حال قيل مكروه وقيل خلاف الأولى. يكره تكراره، هي مرة واحدة بس ما تمسحوش مرتين أو ثلاث، ويكره كذلك تثليثه، لأن كثرة المسح تعيب الخف. فلو كان مصنوع من مادة يعني لا يعيب بإجراء الماء عليه فلا مانع من تثليثه كمسح القدم. ثم قال بعد ذلك مشايخ الإسلام ويبطل المسح بثلاثة أشياء. طيب يبقى بيتكلم هنا على ما يبطل به مسح الخف. أول حاجة بخلعهما، خلعهما إن حضرتك بتخلع الخفين أو بتخلع أحدهما، يعني خلعت الخفين بطل المسح. ايه المسح نفسه اللي بيبطل؟ لا حكم المسح، اخد بالك، بمعنى انت ما تصليش الا لما تغسل رجلك. لو قلعت خف واحد كذلك. طب لو انخلع الخفين
انخلع ده بقى مش بإرادتي، واخد بالك؟ وانا ماشي بصيت لقيت الخف اتسلت من رجلي، احد الخفين او كلاهما، خلاص برضك بيبطل حكم المسح. طيب جميل. طب وما المراد؟ يبقى المضار على ظهور شيء مما ستر به من رجل او رفافة الى اخره، او خرج الخف عن الصلاحية، يعني وانا ماشي بالخف الخف اتقطع فظهر شيء من محل الفرد، خلاص بطل حكم المسح. يبقى الشرط ان يدوم صلاحية الخف في جميع المدة، فلو خرج الخف عن الصلاحية في بعض المدة فيبطل حينئذ المسح. وانقضاء المدة، انقضاء مدة ايه؟ انقضاء مدة المسح، يعني 24 ساعة في المقيم، او 72 ساعة في المسافر. قال وانقضاء المدة المراد به ولو انقضاء على سبيل الاحتمال، افرض ان هو شك في المدة، يا ترى المدة متبقية ولا المدة خلصت، لا يجوز له حينئذ ان يمسح، لان المسح ده رخصة، والرخصة لا تستباح الا بيقين. ولو زال شكه عمل بمقتضى، افرض ان هو تردد قال يا ترى انا انتهت مدة المسح ولا لا، يبقى ما تمسحش. بعد نص ساعة زال الشك وتيقن قال لا ده انا مسحت لما اذان المغرب كان بيأذن، احدثت لما اذان المغرب اذن، ولسه الاذان من المغرب ما جاش فاضل عليه نص ساعة، يبقى الحكم ايه؟ الحكم ان هو يصلي ما دام زال الشك يعمل بمقتضى المسح. افرض ان هو دلوقتي المدة هتخلص الساعة 3، فراح قبل الساعة 3 بدقيقة قال الله اكبر ونوى 4 ركعات، تنعقد ولا ما تنعقدش؟ اختلف علماؤنا في هذا. بعضهم قال لا تنعقد، وهذا الذي قاله واعتمده الشيخ الباجوري، قال لا تنعقد. لماذا يا مولانا؟ قال لأنه أحرم بصلاة لا يمكن أن تقع في هذا الوقت، إزاي في دقيقة واحدة تأتي ب4 ركعات؟ يبقى أنت متلاعب، وما دام متلاعب لا تنعقد صلاتك. الشيخ الخطيب الشربيني قال لا تنعقد، وبعد مرور الدقيقة تبطل. علماء، ما يوجب الغسل؟ طيب ده رقم 2 انقضاء المدة خلصنا منها. رقم 3 ما يوجب الغسل؟ كجنابة، يعني أجنب، أو حضرتها حاضط، أو جاءها النفاس للابس الخف، كل ذلك مما يوجب انتهاء حكم المسح. قالوا ما يوجب الغسل أصالة، بخلاف ما يوجب الغسل بعارض. أصالة زي ايه؟ زي ما قلنا الجنابة والنفاس والولادة والحيض. طب والعارض؟ قال ان هو لابس الخف والنهارده الجمعه، قال لله علي ان اغتسل للجمعه، ما مش لازم يقلع الخف، يبقى اصبح ده غسل ايه؟ غسل مندوب. امال يعمل ايه؟ قال يغسل رجليه في الخف، ما فيش مانع. طيب خلاص الحمد لله، ده آخر جزئية في وما يوجب الغسل، وانتهينا منها الحمد لله رب العالمين.